سوق اديني فلوسه بيالا والقران ما نبيعه اديني فلوسه بيالا خلاص اديني فلوسه بيالا اديها لهم اديني فلوسه بيالا يعني اديني فلوسه يلا يا عم وحياة القرآن ما حد ماشي على كلام عاوز فيه عاوز فيه يلا يا عم عاوز فيه يا بني على المصحف حد ماشي على كلام عاوز فيه انت بتبيعه بايه عاوز يلا فيه. يا عم من العربي بياخدوا بايه ب 14000 انا حاسبك في 14000 بس سيب الكلام ده خلاص انا حاسبك في 14000 زي اللي انت برضه حاسبك في 14000 زي اللي انت طيب مش انت عاوز 14 ما تخليش العمله تصبر عند الابو شوف عليها ب 14000 انت عاوز 14 على اطراش ده مروح 14 اهو صبر 14 اهو مروح اهو يا واحد السلام عليكم حاج صاروخ كل سنه وانت طيب يا غالي انا كنت شايف الرئيس فرج الشارع الحمار دي ودافع فلوسه فحصلت مشكله فعايزين نعرف فيه ايه عايزين نعرف الناس يعني المشكله بقى مش عاوز يبيع صح بس خد الفلوس راجع يعني مستغلين اه تمام مستغلين يعني بعد ما الشارع دفع الفلوس بيرجع في البيع صاحب الحمار مستخسر يعني مش عاوز يبيع تمام شكرا يا عم صاروخ على بيك يا عم انا بعت فلوسك يا عم يا عم ما ينفعش يا عم العرب خلاص يا عم انت احترمت كلامي يا عم اللي بعت فين 200 جنيه الله وكل من عاوز هاتوا 14000 لا ما ينفعش ياخدوا 14000 العرب كيف محمود بياخد 13 ونص يا ينفع 13 يا عم انا دفعت الدومي هشتلهم يلا وكل ربنا يبيعهم انا طلع ابقى مسعف البلك اللي اعتبر انا طلع ابقى خدمتك ابيض اعتبر حتى ما بيعش اشتريه وما بخسر اعتبر يا عم يا معلم انا دفعت يا عم حشسك اكبر تجر يا عم لا غني باب السوق ولا يا عم خلاص باني بقولك بعته هكذا لن تكون يا عم سبك مش هلا يا عم ادفع زي قلت الوكل ربنا اللي بعت مش زي قلت مش هبيع قحشت مش هبيع هاي كان دفعته يا عم مش هبيع يا هم تبعك بيا يد بالحال ولا سبك قحش واحد يا عم خلاص باني سبك واحد ما تحلوش يا ابن العاص ما تحلوش هبط يا جدع يلا يا عم خلاص يا صابر لا يا عم مش هبيع هو كده يا عم مش هبيع ده الدرس اللي انت مش قال انا راح بلغك انت يا عم ها لا يا عم خلاص معلم فرج انا شايفك كنت اشتريت ودفعت الفلوس ورجعت اخدت الفلوس تاني عاوزين نعرف ايه الناس ايه المشكله دي على 100 جنيه انت اشتريت بكم ما يرضي الله والله العظيم بموكلك ربنا ب 10 و300 تسلم طيب دفعت الفلوس وخدت الفلوس ثاني وحصل مشكله جابنا من ساعه ليه ايه عشان اتفضل المشكله يعني انت خدت المحضر من السلامه المحضر اتقطع خلاص قول له رقم تليفون حضرتك الحجز والتواصل 01 89 89 60 60 74 74 ان شاء الله هتبيع بالعرق والعرق محرومش ان شاء الله وانت قلت طبعا سعره على الهوا اهو عنواننا طبعا قطور غربيه ان شاء الله البلد بتاع حضرتك اسمها ايه قطور غربيه ابشوات ابشوات إيه؟ الله يحسن سوء عم فرج اتفضل يا عم فرج فرج على عم فرج بقى هو اللي معاه ضاع كويس النهارده فرج ده بقى اللي بيجيب البضاعه معاه اه بصراحه البيع والشراء يا جماعه الجحش قدام حضراتكم دوت من ارضيه سوق الاس العموم الدولي عليه البيع والشراء يا جماعه قدام حضراتكم امن الدار ما انت واحده اللي وقع والعربيه ايه الحاج يبقى رزق اللي خانه بص رزق اللي يقنيه طب خلي الجحش نقل يلا رزق اللي دخله داره طب يلا
معاك ولا والعربات حملوا ودونا في الجبال في السواق ده كان مكانته والله مفيش نيه النهارده لا والله لو في نيه لو حلو هو بس بقى حط البطن بس بقى لخاطرك انت اي لخاطرك انت اشتريت لخاطر اشتريت لخاطر انا غلطان ليه ان كنت اشتريت لخاطرك انت الله يبارك فيك لخاطر بياخذوا 14000 اللي كان لخاطرك انت الله يبارك فيك يلا يا عاد اما على الطلاق بالثلاثة واحد زي ما هو مني عربي يلا يا سيد انا الطلاق ما انت مروح طلاق من مرتي ما انت مروح يلا يلا يا شيخ علي محمود الرئيس فين؟ الرئيس اهو انا اشتريت فرج اهو اشتريت لك من حق انا اللي حقك جحش مش هبيع وحقك تبيع مش هبيع مش هبيع جحش انا بعناه خلاص انا حور طيب بعناه لا حقه في جبيه انا هدفع انا مرة طلب مني في دماغي مش بيع جحش انا معلش اللي حاد هترك انت مجنون ايوه جحش اهو ما بقاش قريب بس 19000 وابقى وشحاته النهارده. ما بنجري. مش هبيع. يا صبي يلا غصب. بيع 18 والله بيع 18 يلا يا عم. عم اقول لك ايه؟ انت بتكتب الكلام ليه؟ ما كنت بيع على ابنه في 10 جهات سبب يعني. وجمال ما هو بيع لنا فلوس. محرما. يلا يا عم. ادينهم فلوسهم يا ابني. مالكش يا ابو خماه. ادوني فلوسهم والله ماني بايع والمصحف ماني بايع والقران ماني بايع والقران ماني بايع ادوني فلوسهم ودي يا عم اسمع الكلام توكل على الله توكل على الله يا عربات قطع ما يروحش انت ما خدتش ليه يا عم فرج دفعت فلوسك؟ امال ايه اللي حصل؟ فيه معارك اه في رجعه تاني يعني؟ لا تمام انا اطلع من بيع يا غالي عنك انا هشحن الواحد تاني مش بيع عادي عشان كني مش بيع يا غالي خلاص يا عم بقى يا عم مش بيع مش هبيع خلاص يا والله ماني بيع انا شوف عليها بيعش انا اطلع من بيع نبي انا في ثلاث مرات والقران ماني بيع اسيبوه بس دلوقتي وحياة المصحف انا بايع اسيبوه بقى يا يوسف هكلم عشان لو حاجه على قدرك اهو ما حدش يلعب بقى ولا بقى ما تخلوني بقى عشان عواد بقى بدل ما هو خدت الوقت اهبط ده يا عم مبرخ سيبوه واقف بقى الجحش بقى ايوه سيبوا الجحش واقف يا عم اديني فلوس